هنكون بأول فقراتنا. وبمساحتنا الطبية كثير من الناس بيستخدموا مصطلح الدوخة لنقدر نعبر من خلال هذا المصطلح عن أحاسيس ومشاعر عم نشعر فيها وعم نعاني منها، فممكن يكون هذا التعبير لنقدر نعبر من خلاله عن خفة الرأس أو عدم الثبات والتوازن داخل أجسامنا، وممكن نعبر فيه عن حالات الإغماء اللي ممكن تصيبنا. هلأ بمعظم الأوقات عم بيكون المصدر نفسي مثل حالات الخوف اللي دائما متعرضة بشكل مفاجئ، أو ممكن تكون الأسباب مشاكل عصبية مختلفة. صحيح يا رشا، ومصطلح الدوخة نحن نستخدمه لما نحس بحالة من الدوران أو بحركة ما، وهو ما يسمى بالدوار، بينتج عادة عن الاضطراب بجهاز الدهليزي المسؤول عن التوازن. هذا اللي رح يحكي لنا عنه أكثر الدكتور عاصم سليمان، اختصاص أذنية. يسعد صباحك يا دكتور، وأهلا وسهلا فيك. أهلا وسهلا، أهلا وسهلا، صباح الخير دكتور، نورتنا أكيد. هلا بداية حكيم، نحن دائما عندنا هذا الإحساس إنه بأوقات ما إنه هبوط ضغط، أي شيء ممكن يصير، حالات خوف، بنحس بإنه نحن اختل هذا التوازن، ممكن بأي لحظة نحن نغيب عن الوعي. دائما السبب واحد أو عم بيكون في عدة أسباب لهذا الشيء؟ الأسباب فقد السيطرة على الجسم أو فقدان التوازن هي واسعة جدا، هي أسباب بتبدأ من الجملة العصبية للجملة الوعائية للجهاز الهضمي لجهاز التوازن المحيطي المعروف بالدهليز أو بالقوقعة والدهليز. هذا الموضوع واسع جدا جدا، نحن اليوم حناخذ جزء منه ونحكي عنه. هلا بالنسبة للمريض في يفصل بين هالأمور هاي، لو كان بنسبة 90% في يميز أنه اللي عم يصير معه هو شيء دهليزي أو غير دهليزي، بسؤال بسيط ممكن يسأله لحاله أو يسأله الطبيب إياه، أنه نحن شو اللي عم تحس فيه بالضبط؟ في إحساس بالحركة حواليك، سواء حركة دورانية مثل ما حكيتوا حضرتكم أو حركة أفقية، أي إحساس بحركة المحيط، لو زبزبة لو دوران لو إحساس بحركة تسارع، هذا صار اسمه اضطراب غالبا 90% من حالات دهليزية سواء مركزي أو محيطي. فمبدئيا هيك ببلش دوار دهليزي، هيك بنفصل عنه، نفصل عن الأسباب الثانية للدوخة. تمام دكتور، طب خلينا نحكي أكثر، نعرف المشاهدين شو هو الدوار الدهليزي، شو هو أبرز أسبابه إذا بدنا نقول. هلا نحن بالنسبة لنا الدوار الدهليزي هي كلمة عمومية أو شائعة، لذلك الكلمة ما أنا صحيحة. الدوار الدهليزي هو له أنماط، وبالتالي كل نمط بيتسمى بسببه. الأسباب الدوار الدهليزي أو أسباب المنشأ الدهليزي للدوار والأسباب المنشأ المحيطي طبعاً، لأنه الدوار الدهليزي بينقسم بجزئين محيطي ومركزي. المركزي له علاقة بالجملة العصبية المركزية وبمراكز الدهليز الدماغية. نعم فضلت. أما بالنسبة للأسباب المحيطية هي اللي بتهمنا اليوم، وهي اللي متعلقة باختصاصنا أذن أنف حنجرة. هي تبدأ بشيء اسمه التهاب العصب الدهليزي، في عنا التهاب الدهليز، في عنا ارتفاع الضغط ضمن الأذن الداخلية، وفي عنا دوار الوضع. في أسباب نادرة جدا مثل ناسور اللمف المحيطي، فهي أسباب نادرة جدا بنشوفها بنسبة قليلة جدا. فهي أشياء الأنماط اللي حكينا عنها هلا، وهلا شوي بنحكي عن التفريق بيناتهم. طيب نحن ايمت اليوم انا فيني اقول انا مصابه بالدوار الدهليزي، ما يختلط القصص عندي بموضوع ثاني؟ هلا مبدئيا كمريض بيميز هذا الموضوع مثل ما قلت لك باحساسه بالحركه، الغالب هي احساس حركه دورانيه، انه المريض بحس انه الدنيا عم تلف حواليه، هذا الشعور. قد ايه المده حكيم يعني؟ تمام، المده هي نحن بنستخدمها بالنسبه لنا معيار بتمييز الانماط عن بعضها، كل ما كانت المده، كل مده الى نمط، وبالتالي الدوار الحقيقي اللي بيمتد بين 7 دقيقه هذا اسمه دوار الوضع المحيطي او دوار الوضع، اللي بيمتد لساعات لايام هذا دوار التهاب العصب الدهليزي، هو الاكثر شيء بيخوف من الناس او اكثر شيء بيكون شديد، فبيعطي اعراض مرعبه للمريض، يعني بيخاف كثير منه. في عندنا ارتفاع الضغط ضمن الاذن الداخليه او داء منير، هذا فتره الدوار فيه تقريبا نصف ساعه الى ساعه، هي فتره الدوار بداء منير. هي أشياء الأنماط، باقي الأنماط هي متعلقة بدرجة الإصابة وشدة الإصابة، فبتكون فيها فترة أعراض حسب درجة الإصابة عند المريض. أما هاي الفترات مثل ما حكينا 7 دقيقة هي دوار الوضع المحيطي، أي ساعات إلى أيام هو التهاب العصب الدهليزي أو التهاب الدهليز، وفي عندنا النصف ساعة على ساعة هذا داء منير أو ارتفاع الضغط ضمن الأذن الداخلية. طيب دكتور، خلينا نحكي أكثر، من الأشخاص المعرضين أكثر للإصابة؟ في فئات عمرية معينة، أو مثلا نحكي النساء، الرجال، أو حتى الأطفال، مين أكثر؟ هلا بشكل عام اضطرابات الدهليز، اضطرابات الدهليز بشكل عام هي نادرة عند الأطفال. بالنسبة لشيوع الفئة العمرية ما في فئة عمرية واضحة، ما حددوا فئة عمرية واضحة، بس بالنسبة لمثلا دوار الوضع
دوار الوضع بالنادر ليصيب الشباب، لانه هو مرض شوي له آلية تنكسيه في علاقه بالعمر، لذلك بيصيب العقد الثالث والرابع وما فوق اكثر، نادر ليصيب الشباب. التهاب العصب الدليزي ما له عمر ابدا، لانه هو حاله التهابيه فممكن يصيب اي عمر. داء منير او ارتفاع الضغط من الاذن الداخليه كمان مثل مرض ارتفاع الضغط بالجمله الوعائيه، هو مرض شوي المتقدمين بالعمر، لو انه هلا صار عم يصير عمر الشباب اكثر يعني. فبالمجمل ما في فئه عمريه ثابته، بس يندر عند الاطفال بالعقود المتوسطه والمتقدمه شوي بيجي اشياء. طب حكيم احيانا عفوا بين الذكور والاناث ما في اغلبيه؟ لا لا ابدا. نعم. احيانا ممكن انه تصيبك حاله بتحس انه في حدا بيقول لك انا لثواني انطفى، حسيت انه انطفى الضوء بعيني، ما بقى حسيت بشيء. هاي القصه لها علاقه بنفس موضوعنا؟ لا ابدا ما لها علاقه. هذا الاحساس غالبا 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 اللي هو بنشوفه عند الاناث هو احساس هبوط ضغط انتصابي. هبوط الضغط الانتصابي ممكن يكون نتيجه حركه بسيطه للراس، بينزل الضغط لثواني، بيتلاقي المريض حس بخف بالراس لثواني، وبيتلوها عاده بيحكي لك المريض انه انا جاي على بالي اتسطحت شوي، ارتحت تمام. او مثلا تسرع قلبي او تعرق جسمي، هي رد فعل الجسم على هبوط الضغط الانتصابي. طب اذا حبينا هيك نعطي معلومات عن العلاج الاسعافي لحالات الديوار، دائما بتحس انه نحن ما بتجينا حالات مرض غير بالليل، فما بتلاقي لا دكتور لا صيدليه، فاليوم كثير ضروري انه نحن نعرف نتصرف. هلا نحن بالنسبه لنا علاجات دوار الدهليزي، اضطرابات الدهليزي كلها هي علاجات عرضيه، ما في علاج هدفي او علاج شافي. في عندنا بس دوار الوضع له علاج هدفي او علاج شافي. ما تبقى من الدوارات انماط الدوار هي علاجها بيكون عرضي، تهدئة الهجمه. اللي بيدخل بعلاجات التهاب العصب الدهليزي او التهاب الدهليز او العلاج العرضي لدوار الوضع هو عاده الادويه المهدئه، الادويه المهدئه النفسيه، لانه بتثبط الجسم بشكل عام، فبتركن المريض، بتركن احساسه بالدوخه، لأنه الشفاء فيها عفوي، كآلية فيروسية الشفاء فيها عفوي، أو كآلية التهابية الشفاء فيها عفوي خلال وقت. لذلك نحن بنميز بين العلاج الهدفي اللي ما هو موجود بالتهابات الدهليز أو التهاب العصب الدهليزي أو باقي الأنماط، بنعالج فيها عرضيا. هلا لو أخذنا دقيقتين بس، هن ثلاث أربع أنماط اللي حكينا عنهم، دوار الوضع علاجه فيزيائي، نفصل بيناتهم، علاجه فيزيائي تماما. التهاب الدهليز والتهاب العصب الدهليزي دوارهم العلاج عرضي. داء منير علاجين، علاج سلوكي وعلاج دوائي. العلاج السلوكي هو تعديل نمط الحياة والرياضة، تخفيف الكحول، تخفيف التدخين، تخفيف الكافيين، كل الأشياء اللي بترفع الضغط، معروفة إنها بترفع الضغط، فبترفع الضغط ضمن الأذن الداخلي، بالإضافة للعلاج العرضي اللي حكينا عنه هلا، اللي هن المهدئات، الكلونازيبام وهالأمور هاي. هدول علاجات إسعافية عتكون بالمشفى، مو مريض فيها ياخذها بالبيت. الأدوية اللي بنعطيها للمريض على البيت كوصفة دوائية هي بتدخل بين مثبطات الدهليز بجرعة كثير بسيطة ومدروسة لأيام بسيطة، لانه الشيء بعد ما بصير شفاء اذا المريض عم ياخذ مثبط دهليز بتزيد عنده الدوار بالعكس، لانه الدهليز الدوار بصير نتيجه خلل بالاشارات الطالعه على الدماغ بين الدهليزين، كانك انت رجحتي كفي على كفي، فنحن بنعطيه مثبط دهليز لحتى تنعدم الاشارات من الجهتين، فاذا المريض ضل عم ياخذ مثبطات دهليز بالفتره اللي هو صح فيها من الاصابه الفيروسيه بتصير عنده اعراض. طيب بس قبل ما نروح، كثير بنشوف في اخطاء شائعه دكتور، احيانا بيقول لك نقطه زيت، انه لازم نحن نوضح هي القصه اليوم، نحط نقطه زيت دافي، او في ناس يعني بحطوا سن الثوم او قطعه ثوم على باب الاذن عندهم كرمال تسحب الالتهاب، فضروري نحن اليوم نوضح هيك. نحن بالخطا الشائع عند الناس انه انا بيقول لك انا جاي عندي وجع باذني وعندي دوخه، فانا شاكك بيكون الدهليز. هلا نحن الدهليز التهاب العصب الدهليزي بشكل عام هو ما له هالاعراض المؤلمه، يعني في عندنا التهاب التيه او التهاب الدهليز اللي هي حاله كمان نادره شوي، بتعطي الم بالاذن الداخليه واحساس بالامتلاء غميق جدا، يعني المريض اللي بيحس بالم بالجزء الخارجي سواء بمجرى السمع او بضغط الاذن، هذا بيكون عنده اضطراب بالاذن الخارجيه او الاذن الوسطى اللي هي ما بتسبب دوخه ابدا. المريض عم يربط بيناتهم لحاله، بيكون عنده دوخه مو دوار مع الم فربط بيناتهم. طبعا نقطه الزيت او سن الثوم هذا برا القصه كلها تماما. يمكن عم نحكي هون دكتور عن نقطه الزيت او حتى سن الثوم، هي علاجات شعبيه يمكن شائعه نلاقيها بالبيت. هلا سن الثوم مو مقبوله ابدا. نقطه الزيت بشكل مدروس، انا في اشخاص مثلا يعني ممكن يعانوا من جفاف جلد مجرى السمع او اكزيما مجرى السمع او اضطرابات بمجرى السمع، مع سلامه غشاء الطبل ممكن يلجأوا لنقطه الزيت.
الثوم. نعم. أما كسن الثوم بصراحة هي ممكن تكون دكتور يعني إجراءات خاطئة أو نقول متداولة أو شعبية بين الناس. تمام تمام. بدنا نحكي عن موضوع كتير مهم دائما بأي مرض، نحكي عن مضاعفات، يعني هذا المرض له مضاعفات معينة وين تروح في درجات الخطورة. تمام. هلأ نحن في شكل الأشكال المزمنة من اضطرابات دهليزية اللي ممكن تعمل مشاكل، عندنا ارتفاع الضغط ضمن الأذن الداخلي وداء منير أو قصور التيه أو قصور الدهليز، هذا على المدى البعيد ممكن يضل في أعراض دوار. مضاعفات أو اختلاطات ما في غير إذا يعني هي كل اختلاطات دوار الدهليزية تنتج عن السقوط، يعني إذا المريض لا سمح الله اجته هجم الدوار بمكان عام وقع ممكن يتأذى، ما كان عم يسوق ممكن يتأذى يأذي غيره، هاي مضاعفات الدوار الدهليزي. في بعض في نمط من التهاب الدهليز نفسه مو التهاب العصب الدهليزي ممكن يؤذي السمع شوي، حتى داء منير ممكن يؤذي السمع مع التقدم، ممكن يعمل ازيات بسيطه بالسمع او بالعصب السمعي، هاي ماكسيموم او سقف المضاعفات. عمليات جراحيه دكتور، كل مرض نحن دائما نقول علاج دوائي علاج جراحي. هلا نحن في عندنا علاجات جراحيه بمثلا بداء منير، وفي شيء اسمه خزع الاذن الداخليه مثل يعني تنفيسه خلينا نقول مشان الفهم، بيعملوا بخفوا الضغط فيها ضمن الاذن الداخلي مشان ما يضل في عندنا ارتفاع الضغط ضمن الاذن وبالتالي يعمل هجمات دوار، هذا علاج جراحي نادر جدا، وحتى عندنا بسوريا كمان نادر اجراءه، قلال كثير اللي بيعملوه. يعني قد ايه مثل العلاج عند كل مريض؟ او احيانا بنشوف انه المرض عم يرجع بعد ما تتم عمليه العلاج عنده. تمام. هلا نحن اغلب المرضى اللي بيشكوا من النكس الاعراض بيقول لك والله انا عندي بطل تجيني هجمه دوار هجمه دوار، حتى اليوم الصبح هلا سالت عنه هون، هذا غالبا اسمه دوار الوضع. دوار الوضع هو مرض مزمن، وهو مثل ما حكينا مرض تنكسي بينتج عن تقدم بالعمر. الآلية فيه بس هذا بنحكي عنه شوي لأنه هو اللي بيطول، فأغلب الناس بيهمهم يعرفوا عنه. أول شيء دوار الوضع مثل ما حكينا بيمتد من ثواني إلى دقيقة، غالبا بينتج عن حركة رأس. حركة الرأس هي رح تكون نحو الخلف والأعلى، يعني ممكن يحس فيها المريض لما بيتسطح أو لما بيبرم بالفرشة من جهة لجهة يقلب، بحس إنه هجته هجم الدوار. ممكن الناس اللي عم يسمعونا هلا وبيعرفوا هذا النمط أكيد بيحسوا بهذا الشعور تماما. هذا النمط من الدوار هو نمط ميكانيكي، يعني بينتج عن وجود رسابة كلسية بقلب قنوات الداخلية تبع الأذن اللي هي مفروض تكون صافية هذا السائل، فلما المريض بيحرك رأسه بتحرك هي الرسابة الكلسية وبالتالي بيصير دوار. ممكن فترة معينة ينحشروا هدول الحبيبات الكلسية بمكان يبطل المريض يحس بالدوار، بعد فترة تحرك رأسه وطلعه رجع حس بالدوار، فهي هذا هو الشيء المزمن. باتباع العلاج الصح مفروض يطلع برا هذا الموضوع، وهو علاجه ليس دوائي، هو علاجه ميكانيكي بمناورات بيعملها المريض لحتى يتخلص من هي الرسابة الكلسية وإن شاء الله بيشفى يعني. ان شاء الله. نعم دكتور، لما عم نحكي نحن عن اعراض الدوار الدهليزي وذكرت حضرتك معلومه انه هو التهاب اذا بدنا نقول، ونحن هلا بموسم فينا نقول قريب او حتى يعني موسم الشتاء دائما في حالات الالتهاب الكثيره، اذا بدها تكون في تقاطع اليوم او مثلا هي الامراض فينا نقول اللي بتسبب مثلا التهابات الاذن او الجو البارد بيزيد من عوامل هذا المرض؟ تمام. نحن بالنسبة لنا التهابات العصب الدهليزي أو التهاب العصب الدهليزي أو التهاب الدهليزي هو الأشياء فيه تكون إصابة فيروسية، وبالتالي زيادة الإنتانات الفيروسية حيزيد من نسبة إنتانات أو التهابات الدهليز أو التهابات العصب الدهليزي. أكيد في تقاطع، التقاطع الأكبر بيكون مع التهاب الأذن الوسطى، لأنه الأذن الوسطى هي متصلة مع الأغشية المخاطية بقناة نفير أوستاش، وبالتالي أغلب التقاطع بيصير مع الأذن الوسطى أكثر من الأذن الداخلي، بس في نسبة زيادة أكيد ولو طفيفة يعني. تمام. اليوم عم نسمع في ناس كثير وضعية الانتياب حميد، سمعني فيها؟ لا أنا كثير يعني اسمع. دوار الوضع الانتيابي السليم هذا اللي قلنا عنه هلا من شوي، اللي حكينا عنه شوي، دوار الوضع الانتيابي السليم هذا اللي حكينا عنه انه هو انتيابي لانه بيجي نوبات مثل ما حكينا بسبب انحشار الحبيبات الكلسية او الرسابة الكلسية بمنطقة معينة من قنوات الهلالية ضمن الأذن، فالمريض ببطل يحس بالدوار. طبعا هو بيكون راح على الصيدلية وجاب شوية دواء للدوخة أخذهم تحسن لانه هن علاج عرضي، وبنفس الوقت ممكن يكون انحشروا الحبيبات الكلسيه بمكان، بعد فتره بترجع له الاعراض، بيرجع بيروح بياخذ نفس الدواء او ممكن يروح على طبيب عام يعطيه نفس الدواء او طبيب داخلي يعطيه نفس الدواء، وبالتالي هون المريض فات بقصه انه انا عندي دوار دهليزي كل حياتي. هذا خطا، يعني المريض كان اخذ علاج فيزيائي مناوره صح ببدايه اصابته بدوار الوضع الانتيابي السليم وشفي منه، ممكن بعد سنوات يعني ممكن ترجع له الاعراض مثله كان نفس نسبه الشيوع مثل اي انسان ثاني يعني. دكتور خلينا نحكي عن اخطاء شائعه اليوم ممكن تصير بالتعامل مع هذا المرض، وخصوصا الانواع مثل ما قلنا بنقدر نفرق بالعرض اذا بدنا نقول. تمام. اخطاء شائعه ممكن تكون والناس عم تقول الاخطاء الشائعه اللي بنشوفها هي من نسبه منها بتوقع على المرضى النسبه الغالبيه، لانه ممكن ما يراجع طبيب او شيء انه يضل ياخذ دواء كل حياته.
كمان نفس اليوم نفس السؤال هلا سالته انه انا عم باخذ دواء ضليت 9 شهور. نحن ما عندنا شيء دواء اسمه 9 شهور، فتره العلاج هي 2 3 أسبوع، لانه هي علاجات عرضيه، بين ما صار التحسن يوقف المريض الدواء، حتى لو صار عنده دوار بعد ايقاف الادويه المثبطه للدريس اكيد راح يحس بدوار لانه كان جسمه معتاد على شيء وقف الدواء، راح يصير عنده اعتياد. الخطا الشائع هو العلاج الطويل. الخطا الثاني مثل ما حكينا هلا دوار الوضع، انه يتعالج على انه نمط من انماط التهابات الدهليز او التهاب العصب الدهليزي ويتاخذ مشانه علاج عرضي لفتره طويله، كمان هذا خطا. بالنهايه اخطاء بسيطه بس موجوده. طب حكيم خلينا نعطي نصائح لكل حدا عم بشوفنا اليوم، شو لازم نعمل كرمال نتجنب انه نصير معنا ان كان دوار او التهاب اذن، وخصوصا مثل ما حكيت نرمين انه نحن هلا بفتره شتاء الفيروس كثير منتشر. هلا صراحه كوقايه نحن ما فينا نعطي المريض نصائح وقايه من الاصابه، فينا نعطيه النصائح عند الاصابه، يعني بس ينصاب انه شو يعمل. اكيد هلا توصيات الصحه العامه بخصوص الاصابات الفيروسيه هلا هي مطلوبه وضروريه. الصحة العامة، التعقيم، الابتعاد عن أماكن الازدحام، هي ضروري مشان الصحة العامة. أما ما يخص بالالتهابات الدهليز أو اضطرابات الدهليز، النصائح تبدأ من بعد الإصابة. يعني المريض اللي بيصير عنده دوار يتجنب الحركات، يحاول يأخذ وضعية هادئة بين مراجع طبيب، أكيد ما يجرب يسوق سيارة، ما يجرب يعمل أي نشاط فيزيائي خطر عليه إذا أجته هجم الدوار، حتى يتأكد من شفائه بشكل جيد. غير هيك ممكن تصل لمرحله الاغماء، يعني اذا كان لا هلا نحن بصراحه ما عندنا فقد للوعي باضطرابات الدهليز، هي كمان معلومه مهمه. بقول لك المريض انا دخلت حتى فقدت الوعي تماما، ما عاد عندي ادراك للمحيط، هذا الموجود مو هذا الموضوع مو موجود باضطرابات الدهليز، ما في فقد وعي غير اذا كان مضاعفات، يعني انه نفسه الاضطراب الدهليز المريض يضل يدوخ لحتى يغمى، لا ممكن يدوخ يوقع يصير له شيء بعدين يفقد الوعي. هي التسلسل بهم، يعني انه انا دخلت وبالتالي وقعت وبالتالي فقدت الوعي. ايه هاي ممكن تكون دهليزية، اما انا دخلت وفقدت الوعي بعدين وقعت هاي ما انا موجودة باضطرابات الدهليز ابدا. نعم دكتور، حكينا كثير عن موضوع الاضطرابات الدهليزيه واخذنا معلومات وافيه حتى نقدر نحن نفرق بين انواعه المختلفه، ولكن حابين هيك نستغل وجودك معنا ونعطي شويه نصائح اليوم عن طريقه الاهتمام بالصحه الاذنيه بشكل عام عند مختلف الفئات العمريه. تمام. نعرف هذا العضو كثير حساس ودائما تمام. هلا نحن النصائح بتكون بمجال الاذن الخارجيه والاذن الوسطى. الاذن الداخليه طبعا هلا في بعض الاشخاص مثل ما حكينا ارتفاع الضغط ضمن الاذن الداخليه في لهم علاج سلوكي اللي هن منبهات الكحول التدخين، هدول لازم يخففون. في مجال الصحه العامه بما يخص الاذن الخارجيه والاذن الوسطى، هلا الاذن الخارجيه هي عباره عن عضو جلدي غضروفي بيتاذى برد الاذن بالنكش، يعني النكاشات هي شغله غير صحيحه ابدا، بمختلف طرق النكش سواء بايده بالمحرمه بالنكاشه بهالامور، هي مو مطلوبه. الجزء المتعلق بصحه الاذن الوسطى، نحن صحه الاذن الوسطى بتاتي تماما من صحه الانف. هذا الموضوع مهم. نحن فتحه التهويه تبع الاذن هي فتح قناه نفير اوستاش، اي اضطراب بصير بتهويه الانف، المريض اللي عنده مثلا مشاكل انفيه بتتظاهر عنده جزء منها بالاذن. اغلب المرضى اللي بيعانوا من الوظائف الانفيه بتلاقي بيقول لك انا قدي بتسكر وبتفتح بشكل متكرر، بتلاقي بتفتح لما بنف، بتفتح لما بتتوب او لما بيعمل هيك شيء. هذا بيكون عنده مثلا عطل خفيف بوظيفه النفير ناتج عن عطل بوظيفه الانف، وبالتالي صحه الانف هي جزء من صحه الاذن الوسطى، وهذا الشيء اللي فيه المريض يلتزم فيه. تمام دكتور، بدنا نشكر المعلومات الحلوه اللي قدمت لنا اياها، شكرا لكم، استفدنا منها نحن وكل حدا عم بيشوفنا. دكتور عاصم سليمان اختصاصي اذنيه، بدي اصبح عليك مره ثانيه. شكرا لك، صباح النور. صباح.